انت تاني اروع هيشه في اطباق منطقتك مع بنات بلادك عبر الفيسبوك. على وشك يا شيف، انت يا الشيف. لكل مشاكل تأخر الحمل، فيتوماكس مكمل غذائي 100% طبيعي، متوفر فقط في الصيدليات. فيتوماكس نتائج أبحاث وخبرة أوروبية، متكون من نباتات طبية معروفة علميا بقوة فعاليتها لزيادة الخصوبة عند النساء والرجال، وهذا لمضاعفة حظوظ الحمل والإنجاب. صحة يا فيتوماكس. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كومدور. الكوسكوس ينحبوه كما في رمضان باللبن، ولا نحبوه بالخضرة ونفورونه اللحم. صح. على كل حال ومهما كان، عجائن إكسترا بنان هذا ما كان. عجائن إكسترا بنان هذا ما كان. خلال شهر رمضان 2019، إكسترا عجائن بن حمادي، عند شراء كوسكوس 1 كيلوغرام متوسط نتضامن بواحد دينار للجمعيات الخيرية. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية إكسترا عجائن بن حمادي. فاتوا الايام حين كبار، رقدي هانية يا اما، وليدك ولد حلال وصبار. من اللي رحت يا اما، فاتوا الايام حين كبار، رقدي هانية يا اما، وليدك ولد حلال وصبار. ما تخافيش عليا يا اما، يبقى راسي مرفوع مهما صار، وكيما وصيتيني يا اما نتهلا في خطي صغار. ما تخافيش عليا يا اما، يبقى راسي مرفوع مهما صار، وكيما وصيتيني يا اما نتهلا في خطي صغار. في دار وحدنا متنا، أنا وخوتي عايشين فيها، وكي رحتي شحال تعذبنا يما، وكل راح يما في جهة. الناس تلغاني باللي تين، عايش مقهور بهذه الكلمة. من اللي رحت يا اما، فاتوا الايام حين كبار، رقدي هانية يا اما، وليدك ولد حلال وصبار.
انتي تاني اروح يشافي اطباق منطقتك مع بنات بلادك عبر الفيسبوك. ما على باشك يا شاف، انتي يا الشاف. لكل مشاكل تأخر الحمل، فيتوماكس مكمل غذائي 100% طبيعي، متوفر فقط في الصيدليات. فيتوماكس نتائج أبحاث وخبرة أوروبية، متكون من نباتات طبية معروفة علميا بقوة فعاليتها لزيادة الخصوبة عند النساء والرجال، وهذا لمضاعفة حظوظ الحمل والإنجاب. صحة يا فيتوماكس. عرفت الرجال من ام خويا الله يرحمه، تعلمت البيزنس معه وتعلمت القادر الرجال اللي قادروا روحهم واللي يحط روحه في بلاصه كبيره عليه ذكرى زي كيما هاد السيجار. يوسف الا ما صرفش يكون صرف واحد 2 مليون دولار. انت راك شري ديم القادر وانا نلعبوا لاجا مرزق على باب كل شيء. مرزق هو اللي دخل الدار، هو يعرف الدخلات والخرجات، غادي يجيبنا المفاتيح من عند المدام تاع هيا مين يغنى غادي ينزل له. اطلق صاي صاي صاحبي. الى قضيه محيتيت ماشي مشكل، بابا قال لي عطيلو هادي واش كتب لك ربي وروح شوف صنع عليك. علاكي بعيد عليا ولا راكي حشمانه تعلقيني في داركم؟ مالك هبلت؟ شو انا تضربني بنتي هكا؟ تضربني بنتي في داري ما تحشمش. ها هي فيك يجي ولدي خالد ويخلف الطار. كلب طول يدك على بنتي في داري يا ربي. بصح والله ما ننساها لك، ما تخافش مرة. الو خالد اسمع، نقبلك دروك تجي من بعد الفهمك دروك. صح يا ربي. مرحبا بك صاحبي. صاحبي نتاع الصح، ولا راني حي اليوم الفضل يرجع لربي وليك. لا تفضل لك الفضل. جماعة تاع تونس على بالهم بلي راك حي؟ على بالهم بوالو، ومانيش باغيهم يعرفوا. حسابي معاهم من بعد. إلا حبيت تريح هنا راك في دارك، ها وأنا ما نلقاش واحد كيما أنت. نعرف صاحبي، بصح عندي أمور لازم نفريها. رتب أموري معاك ونساها. بصح الشارية وجاي دنيا وشاركة، عندهم أونتربريز تاع الصياغة دوليكس، كي قلت لهم بلي عندي الديامو ما أمنونيش. كادر صاحبي، هاد لافير متبعهم جوهانسبورغ لداكار لباماكو. ديامو طاحوا عند تاجر تاع سلاح، دخلني صاحبي معاهم كونتاكت، كانت قيمتهم شحنة تاع سلاح، دراهم ما كانوش واجدين، لافير فوتها لصاحبي. صحيح لازم نقريو الكونتاكت. لازم. قول لي شحال راك طالب فيهم؟ على حسب ما سمعت اللي قالوها لي لي كونسيي 20 مليون يورو. كدار صاحبي عرفني بهاد الناس، قول لهم بلي راه داخل لونشير والبيعه عليا. مساعدو كبار مانيش حاب نبحرهم. كدار البزنس ما فيه الصداقة وما فيهش لي سنتيمو. راكده شفتني مسكينة، اش تنقول انا؟ راهي قسمت لي قلبي. وهداك السي علي عاودي يولي هنا للدار؟ اللي حلا يرد، اش تا كاين داير لها؟ دابو هاد الزواج كان شكله. خالتي عايشة، بغيت نقول لك حاجة حمبوك ما تزعفيش، اللي تسيت عليك. هادر علي اش تدلك داك الكلب؟ لا الحاجة مش كيما كيفها. ماشي
انت مهبول صاحبي، انت مريض. تمنى كاع الخدمه اللي نخدم فيها هذه مده تجي انت في دقيقه تهدم هذه. على جال شاه، على جال مدامتك. اسمع برك ما تزيد في الهضره، اجمع غير بالعقل، حكينا كيف صرات هذه. ما صرا والو، انا سيره معشتني بالنيه، ما نقدش نكذب عليها، على نضربها في الدار. انا ما راش نكذب خويا، انا ما رانيش في فيلم تاع عشق. انا عندي ناس مورايا امي قارعوا في دراهم تاع هاد لافير، صح خويا؟ بغيت تخرج راجل مع مدامتك، لو كان خرجت مع خوتك راجل ومع صحابك راجل. ما تقول زيد في الهضره، ماشي انت غتوريني الرجله. تما دركا ما كاش حل، وهذه داليا لو كانت تروح تقول باباها ما تقول لاش، ما نوش لا تقولها، نعرفها غايق. أودي اسمح لي بصح، هذا ابوها ما غاديش تفوتها. لافير راحت، باش لافير راحت، راحت دروك غادي يشكو بينا. اون بليس تعرفه وتعرف زينو، وبوها دراعه طويل نعرفها غايه الغايه، غادي يشكو بينا ونباصو. وانا الى نطيح نطيحكم كاع كيما راكم، وكوعدكم المدرحين راه ما عندي صاحبي، صح؟ ونقسم لك بالله نقطعك، تسمى انت حنا ريسكو وتبغي خدمه سهله، هذه هي. اقسم بالله وتهدر، نقسم لك بالله نقطعك. دروك جينا ندابزو ولا كيفاه؟ غير بالعقل، خلونا بالسياس، خلونا نخمو ونفرو. صاحبي شوف، غادي تسقفني هذه مليون، ما تزيدش تلاقى بيها، خاطر على بالك الا طحت انت غادي كاع نطيحو. مرزاق هذا شحال وحنا نخدمو في رحبه، تعرفني غاية ونعرفك غاية، بصح هاد الخطرة اخويا خسرت، خسرت. ولكش ما تحتاجني راني نحتاج والو دروك، غادي نيفيتو نتلاقاو هنا في الدار وما تلاقاوش مع بعضاكم، كاش حاجة ولا راني نعيط لكم. هاي اسمعني شوفني مليح تايا، اقسم بالله كاش ما تصرك تعب العقلية غاية. صح غادي دير هاد في راسك. صح تحب نخليك وحدك؟ خلي لا لا ريحني انت. صباح الخير بابا. داليا صباح الخير. داليا واش راكي؟ الحمد لله بابا، لازم نهضر معاك دوكا سي اورجون. هاني مع السيد. بابا دوكا لازم نهضر معاك، سي فريمون اورجون سي تو بلي. عندي امور مهمه تاني، كي نكملو نجي نشوفك. ها هاي صح قلت لك. سليمة سليمة ما غاديش تسمعك، اللي برا اللي داروها لها تربقت. قال الطبيب لينار وزاد كتب لها الدواء. كي راك خالد؟
شكين ترفض يدق على اختي؟ والله العظيم براس بويا هي اللي بدات وعضتني تحب نروي لك كتافي. ضربها نسيت روحك بصب عيني محيك. سامحني خالد والله سامحني. ها سلم على راسك. هيا صح راني وجدت روح انا وياك نسلم لها على راسها ورجليها وهي والحاجة صاي علي حقنا نضرق بالله. صاي خالد رحم بوك سيد فهمني يا اخي احنا رجال المعيشة معها من. خلاص ولات صعيبة حتى راجل ما يقدلها. عييت انا عييت مليت ما نسواش قدامها ما على بلاش بيا إلا كان ولا ما كانش. بركات بقدرتش ما لبيش قدر ندير معها. تضربها في طوع تديها عند طبيب داويها تديها تحوس تقلع على خطرها تضربها كيما تدير انت لمرتك. ماشي كيف كيف انا مرتي ماشي معيشتني ماشي دارت لي اللوطو ودارت لي دار ودارت لي الدراهم في البنكه ماشي كيف كيف. بصح دارت لي كلش كتر من الدار واللوطو والدراهم. جبت لك دراري عرفتي باسمك ورفع لك راسك قدام الرجال. تضربني صح عندك الحق انا اللي بغيتها انا اللي ما تصدري ضربه تجي فيا وما تجيش فيك حيت يكملوا نخدم معاك ما سويتش دار كيما الناس ودوك تضربني. شوف من اليوم غادي تنساني وتنسى اختي ونساني باغيك انتي ونقعدو غير نعاودو انا تاني صح في الحلال داك اللي راح ينحرق والحل قول لمرتك اذا قبلت اروح تخطبني تما نشوف هاوراك باغيني نقيس روحي غير هاك انا مازالني صغيره انت كبرت أني باغي نضمن روحي سي واش تسو الطابلة مليح؟ واه ما تبهدلونيش داير الجولي جبتيه متخميش صاي كل شي راه مليح تعرفوني من بكري نموت على الهمه لو كان تشوفوا خالد كيف عايش تعذروني هيا قاس اش قالك يجو هذا هو وقته ها صحه ها جمعي مالكي مش طاقع خسرتيها دوك تعرقي وتولي كي الغوله اكي باريه كيجي لعريس يشوفك يهرب بعيد الشر ربي يفرحك اختي الله يسلمك ان شاء الله ما كني شابه خمس عليك بنتي ربي يسترك من العين امين
صح. وحكايته الطبال كيفاش؟ سبه معايا من بعد هذا. واختك؟ ما تولي لاش. قعد غير هو ما تولي لاش. ها يما. نروحوا نستناو فين؟ اسمع. هاد الزواج ما كانش سورتو مع ليلى. ما ضربك تهضري هاد الهضره؟ طماعة. تستاهل. على خاطرش كانت مخطوبة لزينو. من وجد لها الحانوت اللي كانت باغياتو قالت له ما نعرفكش. على خاطرش كانت رامية عينها عليك انت وعلى دراهمك. واش راكي تهضري؟ كيما راني نقول لك. وماشي غير زينو. حتى ولد الطبال قالت له دير لي داري وحدي وجيب لي الحانوت. زينو يا. وعلاش راك لاصق لي غير في حكاية زينو؟ ولد الطبال ياك ساهل؟ ما بنت هذه صغيرة ما تعرفش. ما تعمريش راسك بهلا من الناس. شفتها أنا في الجزائر. عينيها ما ترفدهمش من الأرض. خلي نخطبوها ونشوفوا. إلا ما عجبتكش نرجعوها لدارهم. وما تنسيش راني واحد سليمة في غريان. يا براس بويا تحت القبر. يا بنت زليخة ما راهي داخلة لداري. وإلا تزوجتها ما راك ولدي ماني أمك. على سلامتك. الله يسلمك. أهلا. أهلا. شراك بباس انت؟ الحمد لله. سهزة. الحمد لله. وشوتي وشوتي ما فهم نرجس. وشوتي تنقدم لك دنيا. دنيا هذا اللي بزاف عليكم عبد القادر. مرحبا بكم عندنا. مبارك الله فيك. ربي يخليك. تشرفت بمعرفتكم. أي سلمك. ليه العروسة؟ تفضلوا. العروسة اللي كيكبا. ما قلناش. احنا ما شفناش. كتوجد. ما نعرف شو راهي توجد. هاي ريم اش نقول لك؟ هذا خالد مازال ما طلع عندهم؟ بطلوا. شو انا؟ على ليلى ما قبلتش؟ هذيك ما تقبلش، موت سي خالد اللي ما قبلش باسكو سمعت بلي كنت باغي تخطبها وسمعت ثاني بلي هذاك السي علي كان عينه فيها. انت شكون اللي قال لك هذه الهضره؟ ما على باليش. تخفى حاجه في الباهيه؟ في فم الكذاب. نسيت. تعرفت على وقت مرفع بزاف. مرفع على علي، مرفع على خالد، مرفع عليهم كاع. شعلا ماشي راجل. هذا الشيء ما يهمكش تيا. المهم مرفع وصاي. واه. عاير. زيد عاير. بصح مازال ما جابتهاش امه. اللي طيح لي بقدري. فهمت؟ لا قدرك عمرها ما طاح عندي. صح الشي اللي درتيه فيا تنسيش باللي الدنيا تدور تجي ليك.
ها بالك تسكيبيني، رمضان ما بقالوش واطباق بلادي قريب يخلصوا. خفي خفي وروحي على لاباج فيسبوك تاع لافاش كي غيشاف. قلنا لافاش كي غيشاف. المفيد إطوال 505 دياز جامي طيحهم فان. أريد عيش الإنترنت. لكل مشاكل تأخر الحمل، فيتوماكس مكمل غذائي 100% طبيعي، متوفر فقط في الصيدليات. فيتوماكس نتائج أبحاث وخبرة أوروبية، متكون من نباتات طبية معروفة علميا بقوة فعاليتها لزيادة الخصوبة عند النساء والرجال، وهذا لمضاعفة حظوظ الحمل والإنجاب. مبروك عليكم، الحمد لله يا ربي، بصحة يا فيتوماكس. كوسكوس باللحم الناس عليه تموت، وكاين اللي يحبوا ياكلوه بالحوت. على كل حال ومهما كان، عجائن اكسترا بنان هذا ما كان. عجائن اكسترا بنان هذا ما كان. خلال شهر رمضان 2019 اكسترا عجائن بن حمادي، عند شراء كوسكوس 1 كيلوغرام متوسط نتضامن بواحد دينار للجمعيات الخيرية. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. بطلوا شايله هذه بطلوا. ها انا اللي ما كنتش قابلتهم، انا اللي ما كنتش قابلتهم، نصلي الليل مع النهار ونطيع في ربي باش يبعثهم عليا. وقيلا داروا في بالهم اني طمعانه فيهم، هذاك ما خصني. معليش كلشي بالمكتوب، ان شاء الله ربي يعوضها بواحد خير منه. الله يا ربي على بناتي هكا زادوا مسود انا. ما ما تبكيش، راح خليه يروح ما كما جا ويجي غيره. ما تبكيش يعني ما تشعلي بوفت، قلت لك شعلي بوفت. Thank you.
فين نحط لافاليز ديالي؟ جاي كدير هنا؟ جيت باش نحط حوايجي. واش فراسك وما عارف لنا بلي حنا مزوجين وما نقدرش نبقى بعيد عليك؟ كنا مخطوبين، اما دابا بيناتنا غير الخدمه. ما تقوليش هادشي من قلبك. لا كنقولو من قلبي ونص. غادي تهز حوايجك وقلب على فين تنعس، عطا الله لي شومبر في هاد الفيلا. دنيا حشومه عليك. فخبارك الفلوس اللي ضيعتي ليا كنت نقدر نحل بها شركه اخرى، وانت بقيتي متبع ليا القمر والكازينوات. يا ما درت لك عقلك وانت ما باغيش تجمع راسك. اما دابا الا جينا هنا على وديت الخدمه، نسى لا في بالك شي حاجه. ضيعت الفلوس ايه، ولكن ربحت الشركه الدوبل ديال الفلوس وكثر بمي غولاسيون. من مراد لافير هادي غنجمع حوايجي وغنمشي بالصح. غادي دير فيا خير كبير. واخا لالا نشوف واش تقدري ديري شي حاجه بلا بيا. هيا ماما روحوا. راح وهر هلا ما غاديش نزيد دقيقة في هذا الدار. فالاول جابني طبع بصح ضروك صاي، لو كان نقعد هنا غادي ندير حاجه في عمري ونغبلني ولادي، وهادي عمرها لا تصرا. يا حسره عمرك انا متبه لي تاعك الله يحمبوك. بص ماما ني قاعده والله غير راك حارم عليا، ما خص بيا غير باش تردي عايشه بصحتك. باغيني نزوجوك ونجيب ولده سليمه. الله يهنيكم على خاطر عايشه تخاف على بنتها. بصح بنات اللاس علاش خليتك لامك سليمة؟ الله يهنيكم. بس ارجعي 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 شوفي انا ما راهش خاصني سطع، فهمتي؟ بغيتي تروحي هالباب. الله يسهل الله يسهل. ولادي يقعدوا معايا. لا ماشي ولادك، بركة ولادي. اطلق ولادي اطلق. اختيني بغيتي تروحي ولادي هلبة. ولادي حكار حكار تروحي تخلينا تروحي تخلينا. مبروك على الشهد، الله يكمل كل شيء بخير. ميرسي مدام. الله يسلمك دنيا. بصح سناي انتيا ما تقوليش هكا رايحه تروحي بعد الفيونساي. والله يا اختي انا رجيس ما كرهتش نبقى، ولاني عندي شغل بزاف في المغرب، اون بليس خليت ولدي صغير كنقدرش نطول عليه غير برك عارفه الكبده. بون كي قلتي لي على الكبده جو بو كومبروندر. انا سي قادر قال لي راه الخطبه ديال شهد، وقلت ما يمكنش ما نجيبش لها الكادو ديالها. علاش تشقي روحك؟ ما حتى انا نحب لي كادو. اه غيت هكا حبيبه. ميرسي بوكو. جيسبر يعجبك. ايه انا راه خديته بالذوق ديالي. سي تري جولي ميرسي. بصحتك. يسلمك. شوفي ماما. واو ما تقوليليش سي دو ديامون.
بيان سور راه شاهد غالي عندنا. يسلمك تعيشي. بزاف عليك دنيا، بصح نعاود نرجعها لك. هاد الخطار في فرح وليدك ان شاء الله. ان شاء الله. مبروك عليك يا لالا، تحبي بزاف لي كادو. سلمك. بصحتك يا حبيبه. يسلمك تعيشي. تبالي نصدم موساي، محال تقول بوها. لا محال، دروك الريسك راهو كبير. فوت هاد لابيريود من بعد سهل. سمحوا لي خوتي، عميت لها باباها. ماني حاسن عونك، دروك تقد تفهمني كي كنت نحكيك على ليلى. كانت كي جمرة في قلبي. كانت تقول لي قيس روحك في البير، نقيس روحي نورمال. صدروك صايب هذيك الجمرة طفات. خافتي حنا ما عندناش كاع الزهر، ما عندنا زهر فيه حتى حاجة، لا في البنات في الدراهم. حاجة اللي نديروها التعكس، الزهر وما عندناش فيه الزهر أصاحبي. أيوا كيما جات تجي. لا غال ما قدرتش نكذب عليها، وزادت حلفتني براس مهمتي. حسيت روحي بلي راني دخلها في افير كبيره، خفت عليها. الله غالب عذروني. بصح تخرجت معها في حالي، خلي دروك تفوت هاد لابيريود تاع زعف وغادي ترجع على قلها. دروك تعرف قيمتك تاع الصح. ظنيت خاي، ظنيت حسيتها الارض لعبت بيها كي حكيت لها، وزيد شافتني كي دابست. هيا الله يهنيها، انا معايا كتغيت عيا باطل. ودي هي سيفري زعما احنا ما عندنا والو، بصح شنو غادي يخصها لو كان تعيش معنا كيما ليلى. كيسمح فيها خالد هي باش عرفت قيمتي، خليها هكا باش تعرف قيمة الرجال تاع الصح. هذا من فوق قلبك ها؟ هاز تبغيها؟ كنت تبغى غير هي مرا قدش نديها. إلا احنا مكتوب علينا نكملوا هزوة ولا المهم رانا مع بعض. لقوا حل غير يحيى مع يوسف. مالا يحيى راه معانا، واحد ما يقدر يخرف فيه. داك صح، نقعدوا مع بعض. غدوة نروحوا الوارن. خلوني وخلوني نبكي على زهري، خلوني وخلوني نبكي على العيب، خلوني وخلوني نبكي على العيب، خلوني خلوني نبكي على زهري. خويا صغير تشرفين. تشرفين جوغي مي نتلاقاو في نوت سيتواسيون على هادي. علاش سي با كراف داليا؟ أين حكيت مع زينو ويحيى،
هاي حبسنا كلش. داليا زعما غير سمحي لنا، احنا ما كناش ناويين باش نضروك. احنا عارفين بلي انت خاطيك. على بالي. شوف انا جيت والله ما على بالي واش راني ندير هنا. نتبع في قلبي وفي الانستان تاعي. انا حنقول لكم واش كاين من بعد نتوما دبروا راسكم. احنا بينا درام تاع خالد ويوسف بوك خاطيه. جوستومون مون بير ما يخليش درهم في الدار. دايوغ سمعتهم يهضروا على الدراهم وعلى على واش؟ على لا دروغ. او جاي واحد بلون وطويل يديهم. خالد لا اكزاكتومون. ومون بير راح يخلص لي فورنيسور بدراهم تاع لي ديامون اللي حيبيعهم. لي ديامون؟ وي. دونك اذا كاينه حاجه تدوها سي هذا ديامون تاع الهم، هكذا ما تكون لا دروغ لا والو. كي نديرو زينو؟ عاودو نعيطو الجماعة؟ بصح لا نعيطو الجماعة، نعيطو الكريم وصاي. مالك هذا ما عندنا ما نديرو به، نعطولو حقه وصاي. اختي داليا انتي تاني نعطوك حقك. شوف انا ما يهمنيش، ليسونسيال مون بيغ وفاميلتي ما يصرالهم والو. خافيش، ما يصرالهم والو. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. كيفاش احتاجوك لي ديامون؟ شكون اللي جابهم لك؟ ما نقدرش نقول لك، بصح كاين حاجه حقيقه. سي با لا ديرنيغ فوا درت واحد لي كونتاكت صحاح، قالوا لي نجيبوا لك واش تحب. قادر ديرني اون كونتاكت معهم وتاخذ البورسونتاج ديالك؟ ما نقدرش، راك تعرفني سي ليسونسييل. المهم احنا اتفقنا على الثمن، ممكن نسني الكونترا. تفضل كات كات بريزونتي لك سي احمد، يعرف لي ديامون كيما انت. تشرفين بك. تشرفين. كيفاش يعرف لي ديامون بحالي؟ ما تقوليش جاي على نفس السلعه. كي هضرنا عليهم لا ديرنيير فوا كنت غير انت. من هذيك الضربه عيطوا لي بزاف الناس، الور ديسيديت نبيعهم في لي زونشير. ماشي هادشي علاش اتفقنا. اذا كنت اون دافير ما كان لا تخاف من لي زونشير، هذا شيء عادي في البزنس. شنو قلتي لي سميتو؟ كات كات. اسمع سي كات كات، عمرني ما دخلت لشي اونشير وخسرتو. كيف كيف؟ اسمع ما تنساوش بلي راكو ديال فيا. صباح الخير. صباح الخير. بغيتك تسارى بيا شويه هنا في الفيلا. شاولا بغيتك تسارى بيا. شاولا تسارى ندورو هنا. سمحي لي انا ما نعرفش الدار مليح، انا غير عساس برك، انا ما عنديش بزاف ملي دخلت. شوفي مع مرت سي عبد القادر هي الدور بك. انا بغيتك انت اللي تسارى بيا، وانا ما كيعجبنيش اللي يقول لي لا. هي كنهضر معاك زيدها ما كتجاوبنيش. فخبارك الا قلتها للسي قادر قلت لي ما احترمتينيش غادي يجري عليك. ديريهاش. وباش عرفتيني ما نديرهاش؟ كي باينه بلي مرا ما تاديش، وكاع اللي قلتيها لسي عبد القادر وطردني معليش، الرزق على ربي. اوكي شنو سميتك؟ مرزاق. تشرفنا مرزاق. عاود لي شويه على سي قادر، كيفاش كيتعامل مع الخدامه ديالو؟ واش معقول ولا كياكلهم في رزقهم ولا كيفاش؟ انا ما نعاودش الهضره، ما نعملش واش يقولوا الناس، انا نعمل واش شفت بعيني برك. واخا وانت شنو كتشوف بعينك؟ شفت بلي كاين ناس يقدروا يصرفوا في ليله واحده قد ما يعيشوا 10 مساكين عام. هذه هي سنه الحياه، الله خلق الغني والفقير. المشكل ماشي في الفقر، مشكل في صحاب الدراهم اللي يحسبوا بلي بدراهمهم يقدروا يشرو كاع الناس.
يحسبوا بلي بدرامهم ما يقولوا لهمش لا. وخلت البواب احترام. نهارك مبروك. نهارك مبروك. شو هذا الخبر اللي ايرجون راك مخرجني على جال هضروك وانا مريض؟ اسمع خالد وبين يديك، واذا ما حكمتوش هذه المره ماكش راح تحكموا طول حياتك. كيفاش؟ احكي شكاين. هي دخلت سلعه تاع كوكايين. هذا هو الخبر تاع عموك لك جاي بالي. هذه على بالي بها انا. على بالك بلي السلعه تدخل اليوم واليوم راه راح ريكوبيريا؟ امبوسيبل. السلعه انا اللي تدخل الأول اللي يكون على بالي بيه أنا هو. سمعت؟ روح ترقد روح، ما تعاودش ديرون شيني بالخرطي تاعك هذا. سمعت؟ السلعة دخلت وخالد راه متفاهم مع مرداسي، انت برك لي ما على بالك. انت وين تعرف مرداسي انت؟ ما يهمش، المهم درك رانا متخلصين. وين يردوا السلعة؟ سمعتهم يهضروا على البورتيك. وين اكزاكت ما ليش عارف. صح دروك فهمت على واش كان يهضر. صح تجم تروح. معليش نهضر معك دقيقة. اهضر. راس راس اطلع. شكاين؟ شوف كاين افير كبيرة راني حاب نخدمها معك. او ولدي اللي سافر دروك ولا؟ انا نقول لك وانت دبر راسك. كادر مرداسي بدلك بخالد وراه يقول بلي ما بقالكش بزاف وراه عنده دي ديامون وانا نقدر نديهم. دي ديامون؟ انت تجيب تخون كادر مرداسي؟ كاين جماعه راهي تخدم. هذه لافير فيها 41 ولا 50 مليون اورو. تقاسموهم انا وياك خير من تقاسموهم مع سته. صحا ملا على هذه كان يلم علينا فلورو. صح هاسي مرداسي والله العظيم اقسم بالله ما راه فرح بها ليديا. ما تريبني يا واش باقي لي بزاف ونكريدي. صح والله قبل ما نروح من هذه الدنيا غير ريبك يا مرداسي. ما تهضرش بزاف مع رجالك راه ما عندك بزاف عباد خداعين في جماعتك. شوف وكان نعرف هذا لافير تكون صحيحه وتعاوني على مرداسي انت اللي تكون خليفتي في هالمارشي. سمعت؟ غازي ياسي ما لقيتش مارشي مليح في لازي. لي لوا تاعهم يفافوريز با البيزنس. حنا عندنا دي بون كونتاكت تما، اي حاجه احتاجيتيها في لازي حنا موجودين. ها انا يظهر لي لافونير في لافريك ما كانش كيما ماما افريكا. ما كان لا ضرايب لا ديك لا يخليك. المهم يكون عندك خيط مع مسؤول كبير امورك مقضيه. بصح افريقيا فيها بزاف الريسك ومازال دونجوز الان. قدر خصنا نفكروا في لافريك. لا في سي تان ريسك. بون انا جو فوليس بارلي بيزنس نمشي نخرج ندور شويه في لا فيل. سني غير نكمل وانا غنجي معاك. لا غير خليك بغيت تجي بوحدي. ما تخافيش. غادي نخاف لبقيت جالسه وكنسمع الهضره ديال البيزنس عييت. جو فوليس. مرزاق بيها تحوس شوية. أتوتالور. أتوتالور.
هادي لافريك يفوا يبونسي وي باسكو مازال تاع لافنيغ مزيان وحنا ما غنخسروا حتى شي حاجه تاع البروبليم سي كمازالت الان دونجوز فينانسيرمون بارل تنخافوا حنا من شي حاجه قادر توكل علينا توكل على ربي ما لحقرتني يا مرداسي قلت يوسف سيطحت به داكو شوف شكون اللي طيح به على ما نسلو الجماعة الخالط يطيحوا عليه ويدوا له السلعة ما عندي ما ندير بالسلعة دروك ما بقاش خدمة مع هاد الذيوبة هادو بليتو هالغدرة ها كاع نعرفونا غدرو شكني ودير دروك من بعد تفهم المهم خالد راهي جاية تهضربة جينا هنا الالجي وما تاكلي الساندويتش تاع كبده تاع القصبك اللي ما درتي والو جيسبر عجبك بنين بزاف ميرسي حتى انا الاولى خلعتيني كسكتو في هكا وكاع قلت هادي غادي تشوف غاركوت هكا ما كان لا سيرفر بالبابيون ما كان لاش مع لا والو خفتك ما تاكليش بلاكس انا عييت من لو لوكس و بريستيج الخاوي ما كاين ما احسن من لا سابليسيتي في هاد الدنيا والله وهاد الهضره تهضريها تقدري تعيشي هاد العيشه نهار ولا يومين حتى ما تكرهي منها وتولي لحياتك نورمال ما عرفت واش انت ما كتعرفش تقول شي حاجه زوينه انا قالوا لي دور بيها وردها للدار انا زدت على روحي وني بديت خلص لك ساندويتش بارك الله فيك شكرا بزاف عاود لي شي حاجه عليك شتي باغي تعرف ما عرفتش قولي شنو كتبغي شنو ما كتبغيش نسيني شويه الهضره ديالهم ديال لي زافير والفلوس و... اللي طلعت لي في راسي انا نبغي حاجه واحده بزاف في حياتي نبغي خويا كبرت انا وياه كبرنا في دار يتامه حاجه بزاف غايدتني بويا ما عنديش بزاف من اللي عرفته ومات قبل ما نقولها بلي راني مسامحك وعندي خويا واحد اخر صغير وعندي اختي راني عاد نحوس عليها ما نتهناش حتى نلقاها ان شاء الله غادي تلقاها شكرا تبارك الله عليك قلال الرجال اللي بحالك اللي يديروا كل شيء باش يجمعوا عائلتهم حتى انا عندي ولدي بالدنيا هو الحب ديال حياتي انا وباه تفارقنا حيت ما بقيناش متفاهمين مي حاجه وحده خايفه منها هو يطلع عنده شي عقده من جهه باه انا ما مجرباش ما عارفه شنو هو الاحساس ديال الاولاد اللي كيكونوا لي بارون ديالهم ديفورسي عندك علاه تخافي عليه عندها زهر غادي يكبر حدا امه علمي حاجه واحده بر علمي بلي يلزم الناس تقادره على فعايله على خدمته مش على جلد رحمه اذا كان فهم هادي عندك على تخافي عليه ميرسي على هاد لاسورتي رب العالمين غير يجي تشد لي يديه شنو لا نروحو يلا مالك Thank you.
فاتوا الايام حين كبار ركدي هانية يا اما وليدك ولد حلال وصبار من اللي رحتي يا اما فاتوا الايام حين كبار ركدي هانية يا اما وليدك ولد حلال وصبار ما تخافيش عليا يا اما يبقى راسي مرفوع مهما صار وكيما وصيتيني يا اما نتهلا في خالتي صغار ما تخافيش عليا يا اما يبقى راسي مرفوع مهما صار وكيما وصيتيني يا اما نتهلا في خالتي صغار في دار وحدنا متنا أنا وخوتي عايشين فيها وكي رحتي شحال تعذبنا يما وكل راح يما في جهة استلغوني باليتيم عايش مقهور بهذه الكلمة من اللي رحت يا أما فاتوا الأيام حين كبار ركدي هانية يا أما وليدك ولد حلال وصبار قدم لكم هذا البرنامج برعاية إكسترا عجاء بن حمادي. كوندوف تتمنى لكم سهرة ممتعة.